بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لماذا نوالي عليا عليه السلام بالولاية الشرعية التي تفرض علينا أن نتبعه في كل ما قال وفي كل ما فعل وفي كل ما حركه من مواقف؟ لماذا نؤمن بإمامته وأنه الإمام المفترض الطاعة من قبل الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن عندما ندرس مسألة الإمامة بعد رسول الله والخلافة عن رسول الله، فإننا نلاحظ مسألة مهمة جداً، وهي أن لرسول الله صلى الله عليه وآله عدة شخصيات، فهو الرسول النبي الذي أرسله الله للناس بوحيه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فلا بد أن يكون خليفته في هذا المستوى من حركة الإسلام كله في وحي الله وفي إبلاغ رسالته للناس وفي المحافظة على امتداد الإسلام وانتشاره في حياة الناس وحماية المسلمين. الشخصية الثانية للنبي صلى الله عليه وآله شخصية القائد، لأن النبي هو الذي كان يقود المجتمع الإسلامي في الحرب وفي السلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله
في كل حروبه هو القائد الذي يحرك الجيش في الحرب، وكان الرسول حسب ما روي عن علي عليه السلام يمثل القوة الروحية والقيادية التي يفزع إليها المسلمون، وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: كنا إذا اشتد البأس لذنا برسول الله. فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، يعني هو في المقدمة كما هو القائد. الشخصية الثالثة للنبي صلى الله عليه وآله شخصية الإدارة للدولة التي صنعها في المدينة، وإدارة الدعوة في الرسل الذي كان يرسلهم من أجل هداية الناس. ونحن عندما نقرأ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدير أمور المسلمين بكل حكمة وبكل دقة، بحيث أنه يلاحق كل نقاط الضعف وكل نقاط القوة في محاولة توحيدهم وتقريبهم من بعضهم. ولذلك فإن أي خليفة يكون لرسول الله لابد أن يجمع هذه العناصر، وليس هناك في المسلمين كلهم من جمع هذه العناصر إلا علي بن أبي طالب. فعلي لم يكن نبياً ولكنه كان وصياً، ولكنه كان يحمل الرسالة ويحمي الرسالة ويفكر في سلامة المسلمين حتى على حساب قضاياه الخاصة، لأنه يرى نفسه مسؤولاً عن الإسلام كله بعد رسول الله كمسؤولية رسول الله،
بينما لم نجد هناك من الصحابة من يملك هذا الموقع. العنصر الثاني أن علياً كان القائد، وكانت راية رسول الله بيده، كانت راية رسول الله في بدر بيد علي، وفي أحد بيد علي، وفي فتح مكة بيد علي، لأنه كان الأكثر في الموقع القيادي في الحرب، لأنه هو الذي يعرف كيف يدير قضايا الحرب في حالة المواجهة مع المشركين. ولذلك كان علي البطل القائد العسكري الذي يعرف كيف يحقق النصر بتخطيطه وبقيادته. وليس هناك في المسلمين من الصحابة من يملك مثل هذا. المسألة الثانية هي المسألة الإدارية، ونحن عندما نقرأ نهج البلاغة ونقرأ رسائله للمندوبين عنه ممن كان يرسلهم إلى المناطق الإسلامية للقيام بشؤون المسلمين، كان علي يدير أمورهم ويحاسبهم، حتى قال لبعضهم وهو من أقربائه عندما رأى فيه شيء من الانحراف، فيه شيئا من الانحراف: والله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل ما فعلت ما كان لهما عندي هوادة. لأنه كان يتحمل مسؤولية الإدارية للواقع الإسلامي حتى يضبط الحياة الإسلامية، حتى أنه في الجانب المالي كان يقول أنه عندما يوزع المال كان هو يكنس بيت المال، وهكذا. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بوحي من الله أن الشخص الذي يمكن أن يكون خليفة له ليس هو إلا علي بن أبي طالب، لأنه يستطيع أن يكمل ما بدأه رسول الله. ونحن عندما نقرأ أجواء الغدير عندما رجع النبي
صلى الله عليه وآله من حجة الوداع جمع المسلمين في الصحراء، ويقال كانوا 10,000، ووضع له منبر من أحداج الإبل بعد أن نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مفسرة في ولاية علي. وإن لم تفعل ما بلغت فما بلغت رسالته، يعني تركت الإسلام والمسلمين من دون راعي. وإذا كنت تخاف تقول أنه ابن عمه وكذا، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عند ذلك شعر النبي بالمسؤولية، أن الله حمله مسؤولية إبلاغ المسلمين ولاية علي بن أبي طالب على مستوى القيادة وعلى مستوى الخلافة وعلى مستوى الطاعة. عند ذلك أخذ بيد علي كما تقول الرواية، ورفعها حتى بان بياض إبطيهما للناس، ثم سأل الناس: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني شو معناتها؟ أن النبي بيمون على الإنسان أكثر ما بيمون الإنسان على نفسه، يعني النبي هو ولي كل إنسان أكثر من ولاية الإنسان على نفسه. وهذه هي معنى القيادة والخلافة والقيادة. قال: اللهم بلى. قال: اللهم اشهد. ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من كنت أولى به من نفسه، بحيث أني أنا وليه أكثر من ولايته على نفسه، نتيجة مسؤوليته عن الناس وسيطرته عليهم، فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. ونصب له خيبة، وأمر المسلمين أن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين، يعني يدخل عليه الواحد يقول له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. حتى أن بعض الذين تقدموه في الخلافة قال له: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقد ورد أنه نزلت هذه الآية بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن
إسلام كان النبي بلغ كل الإسلام بقت الولاية، فلما بلغ الولاية تم الإسلام. جماعة تحيروا، يعني من كنت مولاه، يعني من كنت محبه فعلي محبه، من كنت ناصره فعلي ناصره. هذا بيضحكوا على عقول الناس. النبي يجمع كل هالحجاج بحر الشمس وقت الظهيرة حتى بيقلهم أنه أنا اللي بحبه علي بيحبه؟ معقولة هذه؟ لابد أن يكون أمر خطير حتى يجمع المسلمين، خصوصا في حجة الوداع التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه وآله، أعقبها وفاة النبي. ولكن كان هناك من يدبر أمرا آخر. النبي صلى الله عليه وآله شاف في قضية مثل ما بنقول فيها إن كان على فراش المرض وقال آتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. أراد يسجل مسألة الولاية بنص مكتوب، وعرفوا بعض الناس، فقال بعض الصحابة إن النبي لا يهجر، يعني عقله مش معه، بحيث هيك النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واحد من الصحابة ما حد اعترض عليه أنه النبي قد غلبه الوجع، يعني عم يحكي بدون وعي. ثم اختلف المسلمون، واحد يقول جيبوا الكتاب، واحد يقول لا. قالوا له النبي نجيب لك، قال بعد الذي قلتم هم بكرة تقولوا لما بكتب شيء أن النبي كتبه بدون وعي. ثم بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي مشغولا بتجهيزه، اجتمعوا جماعة أنصار، منا أمير ومنكم أمير، اجوا جماعة آخرين، قالوا له مد يدك نبايعك، ومشت القصة. دي هي شو قصة إمارة؟ قصة رسالة، قصة شخص يريد يكون يكمل ما بدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصة شخص بحيث أنه يتميز بالصفات التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وآله، قصة العلم الذي أراد الله للناس أن يعلموه، مش قصة يعني عملت انتخاب. ثم مثل في شاعر يخاطب الذين تقدموا على علي، قل له فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، يعني وأمرهم شورى بينهم، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. علي وبني هاشم اللي كانوا مشغولين بتجهيز النبي غايبين، إذا قصة انتخاب وقصة شورى زين، استدروا حتى آخر، حتى يتغسل النبي وحتى يتكفن النبي وحتى يصلى على النبي، وبعدين تحكوا بقصة الخلافة في هذا الموضوع. مفهوم؟ بدهم يسرعوا قبل أن يبدو حق علي عليه السلام. ودارت الدائرة،
عرف علي عليه السلام بذلك وصبر لمصلحة الإسلام، وهذا هو أفضل من عبر عن هذه الحالة، هو علي بن أبي طالب. نهج البلاغة يقول: فما راعني، تفاجأت، إلا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه. كيف يبايعون؟ على أي أساس؟ النبي خلاه يصلي مكانه، هو معلوم. فأمسكت يدي من عمل غير شرعي، وقفت حيادي، حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، صار في ردة، وبدأ الإسلام يتفكك نتيجة هذا الوضع الطارئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان هو القوة التي ترعب الكثيرين وتجعلهم يثبتون على الخط. حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله. فتنة داخلية، وإحنا بنعرف حياتنا أن الفتنة الداخلية أخطر من الفتنة الخارجية، لأن الأمة تأكل نفسها بنفسها، تأكل بعضها، ما تبقى أمة. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله، أنا كنت الناصر للإسلام في زمن رسول الله، وهذه النصرة أقوى، لأن النصرة للإسلام في الخطر الداخلي. فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما. هيك كيف لما ينثلم شيء من السقف، أو هدما ينهدم الإسلام، تكون المصيبة به علي. هذا مثل واحد عنده ولد وبده يفقده، كيف مصيبة؟ هيك تعبير الإمام، الإسلام بالنسبة له مثل ولده. تكون المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه، يعني الخلافة التي إنما هي متاع أيام قلائل، شوف أعمل فيها أنا، يزول منها ما زال كما يزول السراب. كيف لما تمشي بالصحراء وتشوفوا بآخر الصحراء كأنه في ماي، ما في ماي، هذا سراب من أشعة الشمس تصير هذا. أو كما ينقشع السحاب فنهضت، قمت وقفت وأعطيتهم النصيحة، وأعطيتهم المشورة، وأعطيتهم القوة، وأعطيتهم التدبير، فنهضت حتى زاح الباطل واستقر، حتى وزهق واطمأن الدين وتنهنه ارتاح، يعني الخطر زال، وإن كان بقت بعض الأمور. هذا لذلك نقول أنه ليس هناك شخص يمكن أن يكون الخليفة بعد رسول الله إلا الشخص الذي يملك العناصر
التي تنفتح على الإسلام، ثقافة الإسلام، شريعة الإسلام، عقيدة الإسلام، مواجهات الإسلام، إدارة شؤون الإسلام، ما في واحد غير، ما في حدا. ولذلك يعني إحنا لما النبي يقول له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يعني أنا وياك سوا مثل ما كان هارون وموسى سوا، أنا وياك سوا نفس الخط، نفس المهمة، نفس المسؤولية، إلا أنه لا نبي بعدي. هارون كان نبي، أنت مش نبي. هاي المسألة. وسئل آخر الكلام، سئل الخليل ابن أحمد الفراهيدي مخترع علم العروض، صاحب أول قاموس، قيل له لما قدمت عليا على غيره، كل الناس مع الآخرين، شو بس أنت؟ قال شوفوا شخص المثقف، احتياج الكل إليه، الكل عندما يقعون في مشكلة أين علي؟ اسألوا عليا. احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، ما سأل حدا، هو ما بيحتاج يسأل حدا، دليل أنه إمام الكل. ولذلك أيها الأحبة، لا نملك إلا أن ننحني لعظمة علي، إلا أن نحب عليا، لأنه أحب الله ورسوله، ولأنه في أعلى درجات العصمة. وأنا أستغرب من بعض الناس، الله يهديهم، بيهم مشايخ معممين، أن السيد والله بيقول علي بن أبي طالب مش معصوم. سمعتوا مني هالشيء بهال 30-40 سنة، ولكن مشكلتنا مع الذين لا يتقون الله ويكذبون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. نسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.